عودة حميد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم للحلقة الثانية في الانترسكس الـ CH أو Congenital Adrenal Hyperplasia. إحنا الحقيقة خدنا في الأول لو أنتم ملاحظين يعني خدنا كلام على الالجوريثم ومكان الأدرينال جلاند والجينيتك باك جراوند، وخدنا الأوتوزومال ريسيسيف إيه قصته والكلينيكال تايبس والأنواع أذر تايبس الرير إيه، وبعد كده قلنا احنا خدنا جينيتيك والتايبس والاندوكراين الباثوجينيسيس، هنبتدي في كلينيكال بريزنتيشن، وقلنا السولت لوزنج والكرونيك او النون سولت لوزنج، وبعد كده كلينيكال بريزنتيشن الدايجنوزز 17 هيدروكسي بروجسترون والكلام ده. ايه بقى قصه البرادر سكيل ده؟ كلام مهم بقى وركز معايا في الحته اللي جايه دي. اول حاجه البرادر نظام قديم قوي ولكنه حتى الان لا يفقد رونقه. ليه بقى؟ اول حاجه نورمال فيميل جينيتاليا زيرو، ده كله ده بيتكلم على الفينوتايب من بره، الزيرو هو النورمال. حلو، يبقى اللي هتلاقي فيها ليبيا كويسه ماجوره وماينوره، وهتلاقي فيها الماجوره بتبقى عامله كده بالمناسبه، الماينوره بتبقى عامله كده لغايه النص بس، يعني الماينوره لغايه هنا وادي كليتوريس كده. فالطبيعي الطبيعي ان الماجوره لغايه البوستير فورشيت بتاعتها ورا مش واصله لها الماينوره، اللي هو الكلام اللي بعض الناس بتعمله في الجراحات الفيمينايزنج جينيتوبلاستي، يروح جايب لك الماينوره من البريبيوس ويروح مشبطها لك. مع الكلام ده مكتوب في الكتب، مكتوب في كامبل وولش، مكتوب في كل الكتب، مكتوب ايه؟ مكتوب توصل وتعمل بيها اللاترال وول اوف ذا فاجينا. يعني مش المفروض ان الماينوره واصله من اول الكليتورس لغايه ايه؟ لغايه الفاجينا، لكن يعني الناس بتعملها كده ساعات، لكن النورمال ان هي واصله لغايه النص بس. يبقى اول حاجه زيرو هي النورمال، فلما اقول لك برادر زيرو ات از ا فيميل. خلاص، طيب امال ايه البرادر؟ البرادر 6 اهي، البرادر 6 ات از ا نورمال ميل. ميل بقى وذ ايه؟ مش وان بس، ده ميل خلاص في كل حاجه ميل. فيقول لك ستيج 6 از ميل بريزنتيشن، المفروض وذ نو هايبوسبيديس اهو. يبقى النورمال فيميل زيرو والنورمال ميل هو ال 6. حلو كده، كلام جميل قوي. امال ايه بقى ما بين الزيرو وال 6؟ 1 2 3 4 5 ركز بقى معايا في الكلام. 1 مايلدلي لارج كليتورس بس، وكلام فارغ بقى سلايتلي ريدوس فاجينال اوبننج سايز. لا لا كلام فارغ، اصلا هو اوبننج سايز نورمال ايه؟ محدش عارف. فمعلش جريد 1 اديك شايف اهو المنظر العام، ان الاوبننج اديك شايف اهي بتاعت اليوريثرا لوحدها وبتاعت الفاجينا لوحدها، والكليتوريس مايدلي انلارجد، هو حتى عامل لك زي المثلث الصغير كده. كلام جميل. طيب رقم 2 او برادر 2، يبقى برادر 1 مش هتحتاج غير كليتوروبلاستي، اتفقنا؟ برادر 2 الفلس او الكليتوريس يعني سماه فلس بقى خلاص كبر، از انترميديت انسايد، خلاص ده لارج وهيحتاج كليتوروبلاستي اكيد برضو. لكن يقول لك ايه بقى؟ الفاجينا واليوريثرا ار سيبريتد، شوف انا بحفظها لك بالطريقه دي، فتحتين وذ non separation of posterior labial folds. يعني ايه؟ يعني ابتدت الليبيا ماجورا الناحيتين تعمل كانها هتعمل سكروتوم. بص معايا، يبقى برادر 2 اللي واضح ان الكليتوريس اكبر اهو لكن لا تزال الفتحتين منفصلتين. ما طبعا فوان منفصلتين، ده ما فيهوش غير شويه كليتروميجالي بسيطه، لكن دي برضو منفصلتين، يبقى سيبريتد اهي وذ بدايه فيوجن هنا، يبقى نون سيبريتد. الله، امال برادر 3 ايه؟ شوف السمبلستي دي ايه اللي تثبت في دماغك كالعاده، زي دي زي دي زي دي انلارجد فلس، انترميديت بقى اصله سيفيرلي ماليش دعوه. وعلى فكره مفيش علاقه ما بين السيفيريتي اوف ذا انلارجد فلس والبرادر، هي العلاقه كلها ما بين ايه؟ ما بين قصه الفيوجن بتاعت الليبيا وقصه الفيوجن بتاعت الاوبننجز.
سنجل يعني شوفنا قبل كده very large phallus لكن two separate openings. فهمتوا؟ single urogenital signs. احنا هنا ابتدينا نقول ايه؟ stage 3 دي بداية ال one opening. يبقى stage 3 دي بداية ال one opening. يبقى دي non-separable. يبقى urogenital signs. و almost complete fusion of labia وكأنها scrotum. اهي. ادي brother 3. مالها بقى؟ one opening. المفروض كده ادي الفتحة اهي. دي one opening. وطبعا enlarged clitoris. يبقى لما اقول لك ايه اهم حاجة في زيرو انها نورمال، ايه اهم حاجة في 6 انه ميل، طب ايه اهم حاجة في 1 الكليتورس كبير، طب ايه اهم حاجة في 2، اهم حاجة في 2 ان ابتدى يحصل فيوجن بوستيرلي في اللابيا لكن لا تزال لسه الكليتورس كبير لكن 2 سيبريت اوبننجز. امال ايه اهم حاجة في 3 هي اللاند مارك اوف 1 اوبننج. فما ينفعش تشوف 2 اوبننجز تقول لي ده برادر 3 ولا 4، ما ينفعش، ما هو 2 openings يبقى brother 2 او 1، brother 2 او 1 على فرق ايه؟ فرق posterior fourchette fused وعامل ايه؟ fusion of labial folds ولا لا. يبقى grade 3 single opening urogenital sinus enlarged clitoris وfused labia. الله، امال ايه بقى grade 4؟ اركز معايا. empty scrotum. هو قال scrotum بقى خلاص. وفلس زي البينس. ده البينس خلاص. وسنجل اوبننج، طب ما احنا خدناها سنجل اوبننج من 3، ما اكيد في 4 هتبقى كده. امال ايه اللي زاد؟ بقى سكروتم. بقى سكروتم. شوف بقى ويقول لك ايه؟ ويقول لك الاوبننج، هو ده الكلام المهم بقى. بص ركز معايا، هعملها لك بالهايلايت. يقول لك الاوبننج از ان ذا بيز اور اون ذا شافت. طب وفايف نفس الكلام نفس الكلام نفس الكلام. وبعدين يقول لك الايه؟ يقول لك الاوبننج ات ذا تيب. عشان نخلص الموضوع ده وتخلص منه، زيرو نورمال في ميل، ستة نورمال ميل، وان فيها حاجة واحدة بس واضحة كليتروميجلي بسيط، تو فيها حاجة واحدة بس واضحة posterior fusion of labial folds ابتدى يعمل بداية scrotum. 3 حاجة واحدة واضحة، ما تقعدش تلخبط نفسك ان في clitoromegaly وما تقعدش تلخبط نفسك ان في posterior fusion، لكن في حاجة واحدة واضحة جدا هي انها one opening urogenital sinus. من بداية 3 urogenital sinus. طب 4 زادت ان urogenital sinus بقت مع complete scrotum وهي عند البيز او عند الشافت، عند البيز او عند الشافت. امال 5 عند التب. طب و 6 نورمال ميل. فهمتوا كده يا جماعه البرادر؟ يبقى ادي البرادر كلاسيفيكيشن. ناخد اكسرسايز كده. ادي ده منظر اهو، ده برادر 3 ولا 2؟ ما ينفعش يبقى 4. 4 ازاي؟ هو انت شايف سكروتم كامل؟ لا مش شايف سكروتر كامل. يبقى ده برادر ايه؟ برادر 3. ليه يا عم برادر 3؟ هسالك سؤالين. السؤال الاولين طبعا كليتوس كبير فانت اكيد معدي 1. طيب هل هي 2 اوبننجز قدامك؟ لا انا مش شايف غير 1 اوبننج اهي. انا مش شايف غير 1 اوبننج اهو اهو. لا وده الكريفت بتاع الجلانس، او حد يلخبط فيه يفتكر اوبننج ولا حاجه. شاطر قوي. خلاص لكن عندي فيوجن اوف ليبيو سكروتال فولدز. الله يبقى برادر 3 ولا لا؟ ال 1 اوبننج تبقى برادر 3 فيها فيوجن بقى بسيط، كانت برادر 2 ولا 3 فيوجن شديد. انا خلاص 1 اوبننج خلصت، 1 اوبننج تبقى برادر 3. طب ليه مش 4؟ سؤال تاني بقى، ليه مش 4؟ انا مش شايف سكوتم كامل. فهمتوا قصدي؟ خد ده. ليه ده برادر 4؟ هتقول لي انا مش شايف سكوتم. لا لا انت شايف سكوتم بس انا شده بالبلاستر. خلاص هي 1 اوبننج وفي البيز اوف ذا سكوتم وكمبليت فلس. طب ليه مش 3؟ لا يا حبيبي ال 3 بيبقى فيوزد ليبيا ومغطيه بس على ال 1 اوبننج. لكن هنا 1 اوبننج 1 اوبننج في السكوتم كأنها سكروتال هايبوسبيدياس بالظبط، بس انا شاهد السكروتم لفوق، معلش سامحني. خلاص؟ وكمبليت فالس ده زيه زي الميل. حلوه؟ طب امال ايه ده؟ ده البرادر 5 اهو. الاوبننج تبص عليها، شايف؟ الاوبننج تبص عليها تلاقيها تقريبا نير التيب. وكمبليت سكروتم طبعا. محدش يفتكر ان كمبليت سكروتم لازم نير سكروتم كده، ما هو ما فيش جونات. خلاص؟ يا برادر 5. طب انت اتلخبطت 5 ولا 4؟ مش مهم يعني. هو اصلا برادر ده مش قران يعني.
عادي يعني. خلاص. طب ليه دي برادر تو؟ ركز معايا. او تو اوبننجز يوريثرا وفاجينا. انا تعبت جدا في البرزنتيشنز دي، بعملها بقالي 6 سنين اهو، من 2014 او 15. ادي يا عم التو اوبننجز اهو، وادي الفيوجن. الفيوجن بتاع الايه الليبي. تقولي طب ما فيش فيوجن، بقت وان. ليه بقت وان؟ تو اوبننجز وفقط فقط كليتوروميجلي، لكن دي كليتوروميجلي والتو اوبننجز وفي فيوجن. فهمتوا اللعبه؟ هندخل بقى على بعض البادر سكور المانجمنت اوف سي اي اتش الميديكال والفيمينازين جينيتوبلاستي. ده في الحلقه الجايه ان شاء الله، هذا والى لقاء اخر باذن الله. دي الحلقه الثانيه في الانترسكس.